عرفتي يا مو؟ عرفت لكن ما عرفت، ووصلني شو قالت امها لضرتك. ولك امي شو مفكره انتي بعيده عنك وما بعرف شي عنك؟ يا مو انا ما حكيت مع شي. ان شاء الله هتكون هي. اهلين سهلين يا مو. اهلين تقبري قلبي، شلونك؟ كنت ان شاء الله بخير. مبسوطه كثير. يا الف الحمد لله. شو مين في عندك؟ امها لضرتي. بيوت روح قتل المذكوره. كتران الدبان ببيت كلك امي. مو من عندي يا مو، من الفرشه الثانيه تبع جوزي ابو بنتي. الله يصلحك يا امي، قولي له لجوزك يكفها لهالفرشه، يا اما يجيب قتال الدبان ليقتل الدبانات الكبيره زوار بيته. اليوم بقول له يا مو. سدي حلقك يا شنه يا صادومه يا ام سبع برابيك. انا ام سبع برابيك؟ روحي الهي العين تصيبه. قال على خشطه رائع بشتغل زبال وشاكل ورده، لكن من كتر ما انا شبقه ولبقه بتمعس البقه بطرف المعلقه. ولك ينكو تكرارك ويشعل نارك ويشوفك الحكيم وما يعرف لك دواء، يا شني يا دبقه. لك روحي الهي تاكل جنابك الفرش وحكموكي عشرة طرش وما يلاقوا لك دباره. ولك طول عمر الدبان بيهدي على ذنب الفرس، والحماره ما بدها عليق لبنت الفص على محمره. البزاء شافت بنتها على الحيط قالت لها تبريني مثل اللولية بالخيط. ولك كتفو عليك وعلى بنتك. ولك كتفو عليك وعلى بنتك وعلى تخلفتها ام الاسوارة والحلقة. لا بي يا شلابة، قال لا بي للشوحة مرجوحة ولا ابو براس بقرف. ولك تنقلعي يا مرولة بالعيد. ولك انت اللي بتنقلعي يا شنة يا شرشوحة، هذا بيت بنتي يا خطاب ترجعلي انت وبنتك. ولك الهي يخفك عزرائيل ويكبسك بالبرميل يا شنة، يا بنت غثت لواعي على نهر دورة. روحي اسألي عن امك وصيتها بالحارة يلي بيأكل من بيت الجردون والصرصور والفارة. عادك وعوادك والفرقة بانبازك على رصتك. هوا يا كلمة يا شنة. روحي اتعلم النظافة من عند بياعين الاجاز. لك الهي اتعلم العصي بجنابك يا حق. والله والله مالك قاعدة بالبيت. والله اختار الله يا روح البجرة وعيكي لك. روح البجرة وعيكي وانا بورجيكي يا شنة يا سكبوحة. الله ما بتطلعي من عندي الا على بيت لحالك. بس يا مو هلا بيزعل مني عصام. خليه يزعل، انا بدي اياه يزعل، بركي بيتحسس ويجيب لك بيت. طيب يا شهيرة، إذا ما بكرهك عيشتك أنت وبنتك، وما بكون أنا فريال خانم إذا ما طلقت لك ياها من جوز بنتي عصام. آكل ولا بدي أتزهرم، إن شاء الله سمي القاتول بجاه الحبيب محمد، يهري مصارينك يا فريال. يخرب بيتها، يخرب بيتها، شو قادرة وفاجرة، ما حدا عم يقدر عليها ولي حدا قامتها، ما حدا عم يقدر عليها. ابصر شو عملت لها فريال. يا هدى. هلا سهلين ابن عمي. تعالي امسكي يا لطفية. امرك يا عمي. لك يا لطفية. ايه لطفية مو هون ابن عمي. شو؟ اجت امها واخذتها على بيتها. لك شلون بتطلع من البيت بدون ما تاخذ اذني؟ ما بعرف. طيب ما قالت لك ليش اخذتها امها؟ ما قالت، بس ما لقيتها الا رايحة على باب سقا وكانت لابسة بلايتها. ليك؟ شي حلو، والله شي حلو. الله يحلي ايامك ابن عمي. وليه؟ انت ليش ما قلتي لها ما تطلعي من البيت قبل ما تاخذي اذن ابن عمك؟ وانا شو دخلني فيها ابن عمي؟ ليش هي بتسمع مني لما احكي؟ ماشي. وين رايح ابن عمي؟ بدي روح شوف ليش انقبرت وراحت مع امها. ما بدك تتخدى معي؟ برجع. كل وبعدين روح. الله يجيرني من هالنار. هون وبس، انا هالشي ما بيناسبني منوب. وليش حماتي؟ لكن انا في ريال خانم اتبهدل وتشرشح عندك بالبيت. ومين شرشحي؟ اما لضرت بنتي يا بعدي. كانت عندي بالبيت بس هدى ما قالت لي. الك انا شلون بدي اقول لك اذا اما اجت خصوصي مشان تبهدل امي وتشرشحها وتروح على بيتها. هلا هي هيك ساوي؟ شو يعني عم بكذب؟ لا بس يعني بدي اعرف ليش خالاتي انت وحماتي مبشير. اسالها لمرتك الثانيه وهي بتقول لك اما شو ساوت فيني وبنتي. امها المقوصه للشنه الشرشوحه الشيلوحه الصادومه. لك ليش هيك صار؟ ليش؟ هات لاحلف لك على المصحف يا ابن عمي انه هي بلشت بتسميع الحكي يا امي. وامك ما قصرت فيها واشتغل الردح بيناتهم، مو هيك ست هدى؟ لكن بدك اياها تسمع نسبه من امها للطفيه فريال وتسكت لها؟ لا، لازم تساوي معها رداده ونواحه ونواحه ورداده وتسمعوا الجيران علينا. صدقني ابن عمي هي اللي بلشت مع امي. اخ اخ منك ومن ام لطفيه ومن امي. لك رح تجننوني انتوا، رح تجننوني. شو ساوي بحالي انا؟ شو ساوي؟
هي شو رماية بلا هي. شوفي سعاد خانوم ولا تزعلي مني، انا بنتي ما برجعها الا على بيت الحالة، وغير هيك ما عندي. بس انا هيك زعلت منك كتير يا فريال. لك شلون بتروحي بتاخدي بنتك من بيتها وجوزها ما بيكون موجود؟ امزكي انتي لا تتداخلي، انا عم بحكي مع سعاد خانوم. اي بليكي بدي اصير بهالوش. يا فريال يا فريال، نحن هلأ ما عنا إمكانية نشتري بيت للطفية لحالة. قومي قومي لبسيها وخليها ترجع لبيت جوزها، قومي تضربي بهالراس المتيس. عم قلك لا تتدخلي إمزكي وخليني اتفاهم مع سعاد خانو. إن شاء الله بيتدخل فيكي الحكيم وما بيعرف لك دواء يا حق. إيه يا فريال، البيت اللي ساكن فيه عصام هلأ ماشي حاله وبكفيهم. أنا بكفيهم يا سعاد خانو، وأنتي ست العارفين هن كلهم ثلاث أوض صغار وأرض ديار، وبعدين غير هيك بنتي ما أنا مرتاحة مع ضرتها، لا وفوق الموت عصة قبر. يا من تراها شايلة خانم رايحة جاية لعند بنتها، بنتي عم تتزحن كتير منها. وهلأ شو يا فريال؟ بدي بيت لبنتي، يا أما ضرتها تطلع من بيت بنتي. ايوة وين بدها تروح التانية يا مو؟ خديها لعندك سعاد خانم. يعني بدك الولد يتشنطط؟ وليش لا يتشنطط تقبريني؟ مطرح ما أنا ساكن بيتي وهني بيت أبوه الله يرحمه يا سعاد خانو. قال بدها بيت لبنتها لحالة وراكبة رأسها ما بتسكنها إلا لحالة. يعني شو حلتها هلأ يا مو؟ خليني أفكر بالمصيبة اللي جبناها لعنا. الله يرحم أبوك، بده يناسب الريال بنت أخوه للزعيم، شوف شو عم يطلع منها. الله يرحمك يا أبو عصام، الله يرحمك، ما كنت بتعرفها على حقيقتها. روح يا مو روح، بإذن الله شغلتك محلولة. كيف يا مو؟ تركني فكر يا مو على مهلي، تركني فكر. الله معك. أمرك يا مو، خاطرك. الله معك، مع السلامة. بدي أفهم شو حب أبو فيها. إيه والله هدى أحسن منها بألف مرة، بس اللي قال الحب أعمى ما كذب. كل الحق على أمك يا هدى. وبيصير حق على أمي ابن عمي؟ شافت حماتي فريال عنا بالبيت تعصر الشر وتروح على بيتها. بدك ياني قلع أمي من بيتي يا عصام؟ ما تقلعيها تقلعيها، بس والله أنا راسي صار يوجعني من أمك ومن لطفية. عبت لحمة لطفية بعد اللي رجعتها. يبعت لستين حمى بنافوها، لسه ما لحقت فوت لعند بنتي استلمتني بتسمعي الكلام والمسبة. بعرفها بعرفها، لا تحكي لي عنها، بعرفها انه لسانها طويل. اي بعت له قصة لسانها يا حق الهي. شو بدي اعمل مع هالك امزكي؟ شو بدي اعمل؟ لك ما بحبها والله، مو بايدي ما بحبها. تفضلي خالي امزكي. الله يزيد فضلك، يسلموا هالايدين. تفضلي ما تعملي. يسلموا جميلة. يا شبه هي قلبي خلقتها؟ ما بيهون عليها حدا يحكي على لطفية، قال بتحبها يا بعدي. يا خزيت العين، هلأ صارت تحبها. مهم هلأ امزكي، بدي اياكي تكشفي على جميلة، لهلأ ما شفنا عليها عين ضو. لا لا شهيرة، انا ما بقدر افحصها بنوف. يا ليش يا امزكي؟ اما بتزعل مني اذا دقرتها. يعني بدي خلي ابني بدون اولاد يا امزكي؟ لا يو، شو تتركيه بدون أولاد؟ بكرة خديها وروحي لعند أمها خليها تفحصها، وإذا ما طلع معها شي أنا بعيوني التنتين بفحص لك إياها. لك تكرم عينك وعين بنتك وعين جميلة.